أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة صحافية جديدة مع صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتب في الصحف المحلية والعربية والدولية. البدء مشاهدينا الكرام من موقع صوت العراق، وما قال الكاتب سمير داود حنوش جاء فيه: احذروا، لم يعد فسادكم يطاق، وإن مصير الدينار مهدد بالانهيار. هو ملخص رسالة واشنطن إلى الوفد العراقي الذي فاوض البنك الفيدرالي الأمريكي من دون أن يسفر عن نتائج ترضي العراق. فقد تحول الفساد في العراق من شأن داخلي ومحلي إلى قلق إقليمي ودولي بعد أن تخطى حدود العراق الجغرافية. الفساد لم يعد ذلك الأمر الذي يمكن تعريفه بمجموعة من الأعمال المشبوهة التي يقوم بها أشخاص في السلطة لتحقيق مآرب ومكاسب خاصة بهم، وإنما إلى مصالح دولية وأنشطة لتمويل وارتزاق دول. وأضاف الكاتب: الدولار الذي يخرج يوميا من العراق أصبح يذهب إلى الأصدقاء والعداء في وقت واحد، فالجميع أصبحوا من زبائن الفساد في العراق، ولعبة الكلمات المتقاطعة التي يجيدها كهنة السلطة للبحث عن الكلمة المفقودة ربما تكون مقاصد الحديث. جمال كوجر عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي عندما تحدث عن وصول ملياري دولار إلى روسيا هربت من العراق لم يكن الحديث الأول، وبالتأكيد ليس الأخير في الاعتراف بفساد السلطة الذي تحول إلى دولي. ما طرحه عدي العلوي رئيس تحالف الاقتصاد العراقي في فضائية عراقية عن تخصيص مليون برميل يومياً من مجموع صادرات العراق التي تقارب 4 ملايين برميل يتم بيعها إلى متنفذين وأحزاب ورؤساء كتل بسعر 10 دولارات للبرميل الواحد، لتكون المحصلة ما يقارب من 15 إلى 20 مليار دولار تهرب سنوياً إلى الخارج، ربما يضع علامات استفهام كبيرة لتفسير جزء يسير من فساد ما يحدث في العراق وعن المغزى الأمريكي من فرض الوصاية على الاقتصاد العراقي. الكاتب رعد أطياف تساءل في مقال بموقع ألترا عراق: هل يمكن لأحدكم أن يبني دارا حسب المواصفات والظروف العراقية في غضون 100 يوم؟ طبقا لوعود رئيس الوزراء الحالي محمد الشيع السوداني، سيكون السؤال مدعاة للسخرية، ويكون الجواب عليه بنعم كبيرة. ذلك أن الشخص الذي يمكنه أن ينتشل بلداً بحجم العراق في هذه المدة سيكون من باب أولى أن ينجز داراً بمدة زمنية أقل. ليس هذا فحسب، وإنما وعد السوداني في غضون هذه المدة الإعجازية بتحقيق البرنامج الآتي: الخدمات، الطاقة، الكهرباء، الفقر، البطالة، مكافحة الفساد، إصلاح الاقتصاد، مشاريع استراتيجية، الانتخابات والنازحون. لا يمكن وصف التركة الثقيلة التي يكابدها العراق خلال السنوات 20 السابقة، فالبلد خارج أي مؤشر للجودة، وهو مؤشر موزع على جميع القطاعات الخدمية والإنتاجية بعدالة فائقة، حتى أن الكتابة عن حجم الفساد الإداري والمالي في العراق باتت تدعو للخجل، ليس من باب التحفظ والأنفة القومية، وإنما لكثرة الكتابات التي تناولت هذا الموضوع الممل، من سائق التاكسي إلى أكبر موظف حكومي سيعلمك بالتفاصيل عن حجم الثروة المهدورة في العراق خلال 2 عقدين من الزمن. يكفي أن نذكر هذه المعلومة على نحو الإجمال، وهي أن حكومات العراق الجديدة المتتالية هدرت من خلال ميزانياتها الانفجارية أكثر من 1 تريليون دولار، دون أن ينعكس هذا الرقم المهول على قدرة العراق الإنتاجية. ولا زال العراق كما ذكرنا خارج أي معيار أو مؤشر يدعو للتفاؤل، وعند هذا الحد يكفي أن نفهم حجم الخراب دون الدخول في التفاصيل المعلومة للقاصي والداني. إلى صحيفة العربي الجديد ومقال للكاتب عبد اللطيف السعدون:
من يا ترى أولى من العرب في أن يكفكف دموع دمشق وهي تعاني هذه المرة أهوال الزلزال بعدما عانت مديدا من ظلم البشر الذين حكموها وتحكموا فيها؟ لا تملك سوى أن تشد على جرحها الجديد صابرة محتسبة، مودعة الآلاف من أبنائها الذين ساروا على درب الآلام عقودا واختبروا كل نكبات الدهر وصروفه، وجاء الزلزال الكبير أو المدمر كيمنحهم مرقدتهم الأخيرة. ألم يكن بإمكان الجامعة العربية أن تنظم حملتها الخاصة بها وهي التي تقيم على عرش 23 دولة؟ أما أنا لها أن تعقد اجتماعاً عاجلاً لممثلي دولها لإقرار مبادرة تحمل طابعاً إنسانياً تستثني المنكوبين بالزلزال من مناورات السياسيين ومراوغات الدول واختلافات الحكام؟ لماذا تردد بعض العرب في نجدة أشقائهم في حين أن الأبعدين سارعوا مستجيبين، مع أن منهم من عانى ويعاني من قلة الزاد وبعد الطريق؟ لماذا آثر بعض العرب أن يضعوا فاصلاً بين السوريين الذين وضعتهم أقدار شريرة تحت رحمة حاكم يشترط أن لا يصل الغذاء إلى أبناء جلدته إلا من خلال يديه، وبين أشقائهم الذين فرضت عليهم أقدار ليست أقل شراً أن يخضعوا لهيمنة فصائل وميليشيات ودول تحكمهم وتتحكم حتى في خصوصياتهم؟ لماذا يريد بعضهم أن تتحول سوريا إلى سوق للمساومات والمناورات السياسية في حين أن مواجهة الزلزال ومساعدة المنكوبين قضية إنسانية خالصة لا تقبل المساومة أو المناورة، كما لا تقبل التأجيل أو المراهنة على الزمن؟ كيف يسمح بعضهم في إضاعة وقته في مناقشة قضايا العقوبات والحدود والمعابر وقرارات مجلس الأمن في حين أن الراقدين تحت أكوام الصخور والأحجار الخرسانية الذين يتنفسون التراب منتظرين الموت لا يملكون رفاهية الحصول على جرعة ماء أو نسمة هواء؟ كشف تحقيق استقصائي جديد عن تورط دولة الاحتلال الصهيوني بالتلاعب في انتخابات جرت بأكثر من 30 دولة حول العالم باستخدام مجموعة من الأدوات والبرامج السرية التي ضللت الرأي العام. وذكر التحقيق الذي أجراه اتحاد الصحفيين الدوليين وصحيفة الغارديان أن فريقا من القراصنة الصهاينة تلاعبوا بأكثر من 30 عملية انتخاب حول العالم باستخدام القرصنة والتخريب والمعلومات المضللة الآلية على وسائل التواصل الاجتماعي. وكشف التحقيق أيضا أن الفريق يديره تل حنان هو عنصر سابق في القوات الخاصة الصهيونية يبلغ من العمر 50 عاما ويعمل الآن بشكل خاص باستخدام الاسم المستعار خورخي في بلدان مختلفة لأكثر من عقدين من الزمن. يستخدم فريق خورخي برامج يمكنها التحكم في جيش ضخم من آلاف الملفات الشخصية المزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أن بعض الصور الرمزية لديها حسابات أمازون مع بطاقات ائتمان ومحافظ بيتكوين في محاولة لإضفاء المصداقية على الحسابات المزيفة. ووصف حنان فريقه بأنهم خريجو جهات حكومية من ذوي الخبرة في التمويل ووسائل التواصل الاجتماعي والحملات، فضلاً عن الحرب النفسية، ويعملون من 6 مكاتب حول العالم. وفي عرضه الأولي للعملاء المحتملين قال حنان: نحن الآن منخرطون في انتخابات واحدة في إفريقيا، لدينا فريق في اليونان وفريق في الإمارات، تدخلنا في 33 حملة على المستوى الرئاسي، 27 منها كانت ناجحة. ويستخدم فريق خورخي برامج معلومات مضللة يمكن استخدامها بأي لغة، مكنت المستخدمين من إنشاء ما يصل إلى 5000 روبوت لتوصيل رسائل جماعية ودعاية قد تم استخدامها في الانتخابات. كشفت الأيام التي عقبت الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا
عن مأساة الأطفال الذين تحولوا إلى أيتام بين ليلة وضحاها، والذين يجهد المسؤولون البحث عن أهلهم وسط فقدان الأمل من ربط بعضهم بأسرهم بسبب اختفائها تحت الركام. وقد ذكر تقرير لصحيفة واشنطن بوست أنه بعد 12 عاما من الحرب في سوريا، باتت منطقة شمال غربي سوريا موطنا لملايين الأشخاص من أنحاء البلاد كافة، الذين غالبا حجبت أسماءهم وتواريخهم بسبب النزوح والتهجير، على حين يواصل عمال الإغاثة الطواف بالمستشفيات للبحث عن المفقودين. بعد مرور أكثر من أسبوع على الكارثة، لا تزال العائلات الممتدة والسلطات على جانبي الحدود التركية السورية تحاول معرفة عدد الأطفال الذين تيتموا وكيفية الاعتناء بهم، وهم منتشرون في الخيام وأجنحة المستشفيات وينامون في السيارات أو في شقق لأقربائهم الذين رحلوا. ويعيش 90% من السوريين تحت خط الفقر. بحسب الأمم المتحدة، تعذر الوصول إلى أسر 263 طفلاً. جرى إنقاذهم ووسط الصراع بين النظام والمعارضة، فلن يتم مشاركة أرقام الإحصاءات بين مناطق النظام ومناطق الشمال الغربي للبلاد الخارج عن سيطرته. وأعربت عن قلق كبير بشأن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاماً، أولئك الذين كانت لديهم ذكريات قوية عن الزلزال وسنوات الحرب التي جاءت من قبل. وفي مستشفى غازي عنتاب، قالت عائشة هلال شاهين رئيسة التمريض في المكان إنهم عالجوا ما لا يقل عن 60 قاصراً منذ الزلزال، ومعظمهم فقدوا أحد والديهم على الأقل. نواكب الأحداث ونلاحق التطورات والمستجدات لنحللها ونقرأها من كل الزوايا والأبعاد لإيضاح الصورة كاملة للمشاهد أينما كان، مع الكتاب والمحللين والباحثين في برنامج طاولة حوار. وهذه مشاهدينا الكرام وقفة قصيرة مع الرسوم الكاريكاتيرية. إلى صور من أعمال اليوم الرياضي لدولة قطر في نسختها 12، التي جرت في أنحاء البلاد كافة، وذلك بتقليد سنوي ومبادرة غير مسبوقة تنفرد بها قطر. تهدف هذه الأعمال أو الفعاليات إلى التوعية بأهمية الرياضة ودورها في حياة المجتمعات وجعلها جزءاً أساساً من الحياة اليومية للفرد في قطر. نتابع الآن مشاهدينا الكرام المقطع المصور الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. Ankara'dan geliyorum. Dağcılık Federasyonu arama kurtarma elemanıyım. Depremin ilk saatlerinde haber aldığımızda bütün
vatandaşlar ve yetkililer olduğu gibi biz de harekete geçtik. Çok büyük bir alanı kaplayan depremdi. Haberlerde söylenen daha büyük bir alanı kaplıyordu. Çok ağır hasarlı binalar yıkılmışlar çok fazla. Fakat ülkemizin gücü, halkımızın birlikteliğiyle ilk şoku atlattık. Malzeme ihtiyacına hiçbir zaman şey olmadık. Malzememiz yeterince var. Eksik olanlar tedarik ediliyor. Enkazlardan arama kurtarma çalışmalarını sonuna kadar 24 saat yaptık. Tabii ki bu enkazdan, bu depremden sonuç çıkarmamız gerekiyor. Çıkaracağız da. Ölen vatandaşlarımıza rahmet diliyoruz. Hız kesmeden devam ettiriyoruz. Dediğim gibi çalışma saati gözetmiyoruz ve bir an önce cenazelerimizi ya da canlılarımızı almamız için elimizden gelen bütün çabayı gösteriyoruz biz Hak Arama Kurtarma Umut Timi olarak. Ülkemize başsağlığı diliyoruz. Yaralananlara şifa diliyoruz. Çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bugün yaklaşık olarak yanlış bilmiyorsam 8. gün olması lazım. Biz çalışmalarımızı binalarda kat kat devam ettiriyoruz. Yukarıdan başlayarak aşağıya doğru bütün herkesi alarak çıkartıyoruz. Yedi gündür belli buradayız abi işte. Salı günden beri bu inşaat alanına geldik. Yani vinç ekibi olarak 4 tane makinemiz ile binanın 4 bir çevresinden kalıpları kaldırmaya devam ettik yani. Yani genellikle hep maalesef ki üzücü bir haber, hep ceset ile çıkarmak zorunda kaldık. Sadece dün akşam saatlerinde 6-7 gibi bir tane yaşam mücadelesi veren bir bayan arkadaşımızı kurtardık. Yani insanların, herkesin ümidi bitmişti yani. Kurtulmayacağını sanmıyorduk yani kimse. O esnada bir yaşam mücadelesi olduğunu belirtisi geldi. Çok şükür onu da çıkarmış bulunmaktayız. Yakın çevrelerindeki insanlar bile maalesef çalışmalar sonucu kurtaramadık. Yani o şekilde devam etmekte hala. Son bir 10 kişi bile kaldığını söylüyorlar. 10 kişiyi hala kurtarmaya devam ediyoruz. İnşallah onlardan da bir ses sela gelir. Onları da kurtarırız yani. Yani Allah herkese yardımcısı olsun. Zor gerçekten. Hani biz Gaziantep'liyiz. Gaziantep'ten çıktık, buraya geldik, yardıma koştuk. 7-8 gündür belli buradayız. Hani evimizden, ailemizden uzakta insanların canını kurtarmaya çalışıyoruz. في نهاية جولتنا الصحفية مشاهدينا الكرام مع صدى الأقلام، تقبلوا تحياتنا من الرافدين.